Mexicana invadió. On a un groupe, même les remplaçants sont titulaires. La preuve, on a laissé une place au bout d'1 heure de jeu. C'est à eux maintenant de faire la différence parce qu'il y a la fatigue, il y a la chaleur. C'est normal. يطلب الكرة كريم زيان ضيع ثم يستعيد هذه الكرة مرة ثانية. دائما كريم زيان في هذه الكرة ما فيش حلول كثيرة أمامه إلى الجهة اليمنى. ويموز المطمور مطمور مطمور كريم وضعية جيدة مطمور we
جبار رائع. الحمد لله قالها سعدان. جبار رائع. الكرة البينية الجميلة الرائعة شاهدوا معنا في سقف المرمى من كريم الزياني. كورة سحرية بينية لجبار وفي مرمى الحارس عصام الحضري الثلاثية. سيناريو من إخراج وابتكار جزائري ولا في الأحلام. ما كان أحد ينتظر مثل السيناريو. ممتازة عمل ممتاز من المنتخب الجزائري. لا وجود لوضعية التسلل. جبار سلم وانفلت وتقدم وباليسرى سقط عصام الحضري والكرة في السقف وفي المرمى تعلن عن الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. لغيرك يا منتخب لا يحلو التعليق والغزل. نحن من أجلك عذاب الكون نحتمل. نعم هذه مهدة. كآخر مدافع يعيد الكرة من جديد إلى الأمام بعيدة. ما فيش خطا يقول الحكم وكانت تمين عن طريق محاوله للتسديد. محاوله والهدف. لا 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 هدف تقليص النتيجه من جانب المنتخب المصري بعد انفراد بالحارس من ابو تريكا محمد لمصلحه المنتخب المصري. 3-1 لحد الان في الدقيقه. هيا شاهدوا معنا البينيه الجميله. الدفاع المنتخب الجزائري في المره الاولى كان الحارس الوناس قوي ولكن في الثانية أمام المرمى بوتريكا لم يكن كما نشاهد أو ربما كانت هناك وضعية تسلل ولكن في الثانية كانت الكرة سهلة أمام المرمى. الهدف تقليص الفريق.